الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واختفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما يسر من هذا الدرس الذي نحن في أول مجالسه، وهو ما يتعلق بكتاب الصلاة من عمدة الفقه للإمام العلامة الشيخ موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله. وقراءتنا في كتاب الصلاة ستكون قراءة فيها نوع اختصار حتى نتمكن من المرور على ما يسهل الله جل وعلا من مسائل هذا الباب المهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناوي جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة، وهو أول الأبواب التي جرى عمل أهل العلم على البداءة به في كتب الفقه، على اختلاف أنواع المؤلفين وطبقاتهم وقرونهم ومذاهبهم. والعلة في ذلك واضحة وبينة، أن الصلاة هي أهم أركان الإسلام العملية، وهي الوالية للشهادتين في المرتبة والمنزلة، ولذلك كان الاعتناء بها من أوجب ما يكون ومن أهم ما يكون في بسط المسائل وبيان الأحكام. ويقدمون بين يدي الصلاة كتاب الطهارة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، فالطهارة ليست مقصودة لذاتها، إنما هي وسيلة وسبب، ولذلك الصلاة، ولذلك افتتح أهل العلم كتبهم ببحث مسائل الطهارة لأنها مفتاح الصلاة. فلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والصلاة لم يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب تعريفها، والعلة في هذا أنها واضحة، والكتاب بناؤه على الاختصار والتسهيل والتقريب لعلم الفقه، فما كان واضحا بينا فإن الدخول في بيانه وتعريفه وتوضيحه إطالة لا تناسب الكتب المبتدئة أو الكتب التي مقصودها تسهيل العلم وتيسيره وتقريبه للمبتدئين. وجرى عمل أهل العلم من الشراح على تعريف هذه الأبواب وبيانها، لكن الصلاة أمرها بين واضح، فلا نطيل في ذكر ما ذكره أهل العلم رحمهم الله. وافتتح المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بذكر حديث عبادة، وهو كالتوطئة والتمهيد بل والاستدلال لما سيأتي من المسائل في هذا المقطع من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، إلى آخر الحديث. هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، رواه بعض أصحاب السنن وهو في المسند وغيره. والحديث من حيث الإسناد لا يثبت، فإن فيه الراوي عن عبادة رضي الله عنه الخادجي
وهو رجل اختلط في تعيينه، فقيل إنه أبو رافع، وقيل إنه أبو رفيع، وقيل إنه رفيع، وقيل غير ذلك. والذي عليه الأكثرون من أهل العلم أنه غير معروف، أنه مجهول. وقد صحح الحديث الحافظ ابن عبد البر، الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وقال إسناده ثابت صحيح، مع قوله بأن المخادجي أو المخدجي ضعيف مجهول، ولكنه صحح الحديث رحمه الله بناء على أنه تابعي، والغالب في رواياته السلامة. والمعنى الذي تضمنه الحديث واضح، هي أنه قد دلت عليه أحاديث أخرى. خمس صلوات كتبهن الله على العباد، أي فرضهن على العباد، والعباد هنا يشمل كل الناس، فكل الناس عبيد لله تعالى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والمقصود بهم أهل التكليف، فيخرج غير أهل التكليف من العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. والعهد هو الموثق الذي يكون بين العبد وبين الله تعالى، والله تعالى لا يخلق الميعاد ولا الميثاق. ومن لم يحافظ عليهم لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا فيه أن تارك الصلاة وهو من جملة من يخرج عمن ذكرهم الوصف، ومن لم يحافظ عليهم، فإن عدم المحافظة تشمل صورا عديدة، تشمل التفريط في أركانها، التفريط في واجباتها، التفريط فيها ذات في ذاتها. وقوله رحمه الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا من الأدلة التي استدل بها القائلون بعدم كفر تارك الصلاة، حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله تحت المشيئة. والقائلون بكفر تارك الصلاة ضعفوا الحديث، ومن أثبته منهم جعل الترك خارجا عن عدم عن الوصف المذكور في قوله ومن لم يحافظ عليهم لم يكن له عند الله عهد. قال إن الأحاديث دلت على أن تارك الصلاة ليس مرادا بالحديث، فهو مخصوص من قوله من لم يحافظ عليه، لأنه قد جاء التصريح بكفر، كما في حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل والشرك ترك الصلاة، هذا في صحيح الإمام مسلم. وجاء أيضا حديث أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم أيضا إن العهد إن بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. وروى الترمذي في جامع من حديث عبد الله بن بريدة عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فتكون هذه الصورة وهي صورة الترك الكلي، وهي خارجة عن المحافظة، مستثناة من حديث عبادة على القول بالصحة، فيكون قول من لم يحافظ عليهم فيما سوى الترك، فإن الترك قد دلت الأدلة على أن من وقع فيه فإنه كافر. هكذا قال القائلون بأن ترك الصلاة أو بأن ترك الصلاة كفر. المقصود أن المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث في أول كتاب الصلاة لبيان فضلها، توطئة لما سيذكر من الأحكام، وبيان فرضيتها. والفرضية أمر مفروغ من بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل الإسلام على أن الصلاة فرض على كل مسلم، وأن من أنكر هذه الفرضية فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. يقول رحمه الله فالصلوات الخمس واجبة، ألف هنا تفريع، فكأنه فرع على ما تقدم، أو هو قد فرع على ما تقدم من دليل في قوله خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد، ألف للتفريع. والصلوات جمع الصلاة الخمس، وهن المذكورات في قوله خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وهي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ودليل هذا التعيين قول الله تعالى
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه الآية قد تضمنت الخمس صلوات، فقول أقم الصلاة لدلوك الشمس أي ميلها من وسط السماء إلى جهة المغرب، وهذا يشمل قوله إلى غسق الليل يشمل أربع صلوات: صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. قوله إلى غسق الليل يعني إلى اشتداد ظلمته، ثم قال وقرآن الفجر وهو الوقت الخامس. يقول رحمه الله بعد أن بين الوجوب قال فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل. ذكر ثلاثة أوصاف: الإسلام، البلوغ، العقل. واعلم أن هذه الأوصاف الثلاثة شروط الوجوب في جميع عبادة، كل عبادة يشترط لوجوبها هذه الشروط، ولذلك تذكر هذه الشروط في كل عبادة من العبادات. لا بد من أن يكون المخاطب بها مسلما، المخاطب بها بالغا، المخاطب بها عاقلا. فتخلف شرط من هذه الشروط يسقط الوجوب. الإسلام لأنه إنما يتقبل الله من المتقين، والإسلام شرط دلت عليه أدلة كثيرة، فالخطاب لا يكون إلا ممن إلا لمن الخطاب الذي يطلب الفعل ويعاقب على الترك لا يكون إلا للمسلم بالغ، وهو من ظهرت عليه علامة من علامات البلوغ. عاقل وهو من كان مدركا للخطاب فمحسنا للجواب، وهو أقل ما يكون من العقل وهو التمييز الذي ضبطه جماعة من أهل العلم فقالوا هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، والعقل ضد الجهود وهو معروف. قال رحمه الله إلى الحائض والنفساء. طبعا لو أردنا الوقوف في وسط ذكر الأدلة وما يتعلق به من تفصيلات لا نستطيع أن نتجاوز المقدمة في هذا الدرس، لكن نطوي ذكر بعض المسائل ونقف على أبرز ما يكون من مسائل الأبواب. يقول رحمه الله إلا الحائض والنفساء. استثنى المؤلف رحمه الله الحائض وهي من معها الدم الجاري طبيعة إبلة، والنفساء وهي التي خرج منها الدم من جراء الولادة. والحائض والنفساء يتفقان في جل الأحكام إلا في مسائل معدودة ذكرها الفقهاء رحمه الله وقد مرت في كتاب الطهارة. الحائض والنفساء استثناهم المؤلف رحمه الله من الوجوب، فلا يجب عليهما صلاة. وأدلة هذا الإجماع، الإجماع منعقد، إجماع الأمة منعقد على أن الحائض والنفساء لا صلاة عليهما. وقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد في بيان نقصان دين المرأة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أليست تمكث الأيام والليالي لا تصلي ولا تصوم. وأيضا حديث فاطمة، حديث عائشة في قصة حمنة: دع الصلاة فإذا جاءت حيضتك فدع الصلاة أيام أقرائك. وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أن معاذ سألتها وقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ ثم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقضاء الصلاة ولم نؤمر بقضاء الصيام. والأدلة على هذا كثير. والنفساء يبدأ حكم ترك الصلاة بالنسبة لها من خروج الدم، قيل المصاحب للولادة وقيل النازل بعد الولادة، وهو الصحيح وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الحائض لا تترك الصلاة إلا إذا نزل الدم الذي يكون بعد الولادة. أما ما كان متقدما على الولادة بيوم أو يومين ولو كان مع الطلق فإنها لا تترك الصلاة لأجله، لأنه لا يثبت حكم النفاس، بل هو حكم الدم النازل مع المرأة في أثناء حملها، وهو الفساد الذي لا يترتب عليه ترك صلاة ولا صيام.
بعد هذا قال المؤلف: نتبين لنا الآن أنها واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا من استثناهم المؤلف رحمه الله في قول الحائض والنفاس. من فروع مسألة وجوب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل حكم التارك لها. قال رحمه الله: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك. إذن عندنا الآن بحث في مسألة الاعتقاد وليس في مسألة العمل. لو أن الإنسان لا تفوته صلاة من الصلوات لكنه يعتقد أن هذا من المسنونات وليس من الفرائض والواجبات، أن فعله هذا وهو قيامه بالصلوات الخمس إنما هو على وجه الاستحباب والسنية والفضيلة والمسابقة وليس على وجه الوجوب، فإنه داخل في قول المؤلف: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك. إذن الجحد الآن بحث في مسألة الترك أو فيما هو أبعد من ذلك. البحث ليس في مسألة الترك إنما هو في مسألة الاعتقاد. يجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يعتقد الوجوب، فمن لم يعتقد الوجوب فحكمه ما ذكر المؤلف رحمه الله: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك. إذن عندنا الآن البحث في مسألة الجحد هو في مسألة اعتقاد الوجوب. الجحد لا يخلو من حالين: إما أن يكون جهلا وإما أن يكون عنادا. ذكر المؤلف رحمه الله حكم النوعين. النوع الأول أن يكون جحد الوجوب ناشئا عن جهل، أي عدم علم. الجهل هو عدم العلم، أن يكون الجهل هو الحامل له على الجحد. قال رحمه الله: عرف ذلك. عرف ذلك كيف يعرف ذلك؟ أي تذكر له الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم في أن الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل. هذا معنى التعريف، يعني عرف الوجوب بذكر الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على أن الصلاة الخمس واجبة. قال رحمه الله: وإن جحدها عنادا. الآن إذا عرف لا يخلو من حالين: إما أن يعرف ويلتفت، وإما أن يعرف ويعاند. وهذا ينتقل إلى الحالة الثانية وهو أن يعاند، بمعنى أن يتبين له الحق ويتركه. هذا العناد. العناد هو أن يتبين له الحق ويصر على تركه. هذا إن جحدها عنادا كفر، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. فالعلماء متفقون على أن الجاحد الذي تبين له أو بين له دليل الوجوب من الكتاب والسنة ثم أصر فإنه كافر، لأنه جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كذب ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وجوب الصلاة أمر من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني كل من عرف دين الإسلام وسمع آيات الكتاب والسنة عرف أن الصلاة واجبة وأنه لا يجوز تركها. يقول رحمه الله: وإن جحدها عنادا كفر. بعد ذلك انتقل إلى بيان حكم تأخيرها، وهذا هذه مسألة أخرى، وهو الإقرار بوجوبها والإتيان بها لكن ليس على الوجه المأمور به، وهو تأخيره. الله جل وعلا أخبر بأن الصلاة لها وقت لا يجوز الإخلال به، فقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتا. وكما أنه جل وعلا أمر بفعل الصلاة في أوقات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فسبحان الله حين تمسون وحين تظهرون، فسبحان الله حين تمسون وحين تظهرون وعشيا وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. وهذه الآية أيضا فيها ذكر أوقات الصلوات على وجه التفصيل، والتسبيح هنا المقصود به الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس فيه الإجمال وهذا فيه التفصيل. وذكر الله جل وعلا آيات تلمس منها العلم ذكر الصلاة على وجه التفصيل، منها هذه الآية. المقصود أن
الصلوات لها أوقات لا يجوز الإخلال بهذه الأوقات. قال رحمه الله لا يحل تأخيرها. لم يتكلم المؤلف رحمه الله عن التقديم لأن التقديم معلوم، فإذا معلوم حكمه، وذلك أن الله تعالى أمر بالصلاة في وقت فلا يجوز تجاوز هذا الوقت، لا من حيث التقديم وهذا محل اتفاق، ولا من حيث التأخير. لكن لما كان التأخير له أحوال يجوز فيها بين المؤلف رحمه الله حكم التأخير، أما التقديم فإنه لا يجوز في حال من الأحوال، وسيتبين لنا هذا من خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب شرائط الصلاة فيما يتعلق بشرط الوقت. قال رحمه الله ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها، يعني وقت الذي تلزم فيه وتجب، وسيأتي بيانه وتفصيله في شروط الصلاة، إلا لناوي جمعها، إلا لناوي جمع لناوي جمعها أو مشتغل بشرطها. استثنى المؤلف رحمه الله في جواز التأخير وصفين، الأول ناوي الجمع، الثاني المشتغل بشرطها. ننظر في هذا الاستثناء، تبين لنا أولا أن الصلاة لها وقت لا يجوز الإخلال به، ثم استثنى المؤلف من هذا من نوى الجمع والمشتغل بشرطها، لا بد لهذا الاستثناء من دليل، وذلك أن الأدلة دالة على وجوب الصلاة في وقتها، فكل خروج عن هذه الأدلة لا بد له من دليل. الدليل للمستثنى الأول وهو ناوي الجمع، أولا من هو ناوي الجمع؟ ناوي الجمع هو الذي عقد قلبه وعزم على أن يؤخر الصلاة عن وقتها. طيب هل هذا لابد فيه من عذر أم أنه كل من نوى الجمع جاز له إخراجها عن وقتها؟ الجواب لابد له من عذر، يبيح له التأخير، وإلا فإنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. والدليل أن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها. وقوله رحمه الله ناوي جمعها أو جمعها، هذا يفيد أن التأخير إنما يجوز في أربع صلوات أو في صلاتين، التأخير يجوز في صلاتين، صلاة الظهر وصلاة المغرب، ما عداهما من الصلوات لا يجوز إخراجها عن وقتها، الفجر العصر العشاء. أما الفجر فلأنها لا تجمع إلى غيره، فتخرج عن قول المؤلف إلا لناوي جمعها لأنها لا تجمع إلى غيره، هذا واحد. العصر كذلك لأنها إنما تجمع مع التي قبلها ولا تجمع إلى ما بعدها، فمنتهى وقتها هو خروج لكل وقت الصلاة. الثالث العشاء، فهي كذلك كصلاة العصر لا يجوز إخراجها عن وقتها. إذن عندنا الآن قول المؤلف رحمه إلا لناوي جمعها، يراد به أحد وقتين الظهر والعصر. واعلم أن الأوقات في الجملة تنقسم إلى خمسة أقسام، أو نقول تنقسم في الجملة إلى قسمين، وقت حال الاضطرار والعذر، ووقت حال الأسعة وعدم العذر. إذا كان هناك عذر فالأوقات خمسة، إذا كان هناك عذر فالأوقات ثلاثة، وإذا كان هناك سعة وعدم اضطرار فالأوقات خمسة. أوقات الصلوات الخمسة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة لها وقت. في حال العذر الأوقات ثلاثة، الفجر وقت، الظهر والعصر وقت، المغرب والعشاء وقت. سيأتي هذا إن شاء الله تعالى في شرط الوقت الذي ساقنا إلى الحديث عن هذا، قول المؤلف رحمه الله إلا لناو جمعها. إذن عرفنا أن يجوز التأخير في حال جواز الجمع، ولا بد أن يكون المؤمن قد عقد قلبه على الجمع، فلو أنه
عقد قلبه على ألا يصلي الصلاة وهو معذور يجوز له الجمع، لكنه في قلبه أنه لن يصلي الظهر، فهذا لا يجوز له أن يؤخر لأنه آثم بعدم نية الجمع. ولذلك قال إلا لناول جمعها، فلو أنه أخرجها على الوقت من غير نية الجمع فهو آثم ويدخل في قول المؤلف ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها، لا يحل له التأخير. لكن إن عزم على الجمع وهو ممن يجوز له الجمع فإنه في هذه الحال يجوز له التأخير. إذن النوع الأول ممن يستثنى من كلام المؤلف رحمه الله لا يحل تأخيره عن وقت وجوبها إلا لنوع الجمع، لابد له من شرطين: الشرط الأول العزم على فعل الصلاة، الثاني أن يكون من أهل الجمع أي ممن يجوز لهم الجمع. والجمع سيأتي في من استقبل أنه يكون في حال السفر وفي حال الحضر، فليس هو من الرخص المتعلقة بالسفر. نقف على هذا، والله تعالى أعلم.